الله مساكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. استقرار في حالة الطقس على الشمال وحتى على الجنوب حتى خلال يوم الغد إن شاء الله، وبعد انقشاع ضباب مساحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله أجواء مشمسة تقريبا على جل المناطق الشمالية. رغم ذلك سحب من النوع العالي ستنتشر على الهضاب العليا الغربي وكذلك الوسطى، أجواء مستقرة على الجنوب، هبوب رياح قوية على أقصى الجنوب، مما يعمل على تطور ليرم درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله، تنخفض على المرتفعات والهضاب مع 8 درجات فقط على المشرين عام البيض وحتى على ولاية باتنا، 17 درجة على العاصمة، 13 درجة على ولاية بشار، نفس المقياس على التامن راست، ترتفع لغاية 19 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى تبقى مستقرة تقريبا على جل المناطق الشمالية، تتراوح ما بين 25 لغاية 28 درجة على الواجهة الساحلية، ننتظر 29 درجة على تيزي وز والبويرة، 28 درجة على كل من بشار، كذلك غردايه، نفس المقياس على ولاية إليزي، 26 درجة على تان راست، ترتفع لغاية 34 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد مساحة الأرصاد الجوي ترتقي ببحر هادئ جميل تقريبا على طول الشريط الساحلي حتى رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات. خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء نفس الوضعية الجوية، نسبة الرطوبة عالية على الوجهة الساحلية مع ضباب ليزول إن شاء الله، فالساحل أجواء مستقرة مشمسة، عادة سحب ستنتشر ضمن التيار الجنوبية غربية على الواجهة الغربية كذلك مناطق الجنوب الغربي، درجات الحرارة في استقرار. خلال إن شاء الله يوم الخميس ننتظر سحب ستزداد كثافة خلال الأمسية على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، احتمال بعض القطرات من الأمطار غير مستبعدة على السواحل الوسطى خلال الليل إن شاء الله، أجواء مستقرة على الجنوب لكن درجات الحرارة تتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على الواجهة الشمالية، نفس درجات الحرارة على الجنوب. أما غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:52 دقيقة، ولا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.